منذ ساعات الصبح الأولى يواظب حسين السماوي من ذوي الهمم الذي لم يرى النور بعينيه منذ ولادته، يواظب على الدوام في مدرسته أحرار العراق الابتدائية المختلطة وسط مدينة السماوة ليزاول عمله اليومي معلما لمادة الاجتماعيات منذ تاريخ تعيينه عام 2012 وسط أجواء دراسية يسودها الاحترام والمحبة. أزاول هاي المهنة بكل بساطة وكل أريحية، الحمد لله ما نعاني من أي صعوبات نتيجة تعاون الطلاب وكذلك الكادر التدريسي المتميز. حاليا أدرس مادة الاجتماعيات للصف الرابع ابتدائي، نستخدم طرق عديدة ومن أهمها طريقة التدريس هي طريقة السؤال والجواب، لأن جاي أشوف أكثر طريقة تفاعلية. حسين السماوي يصفه كثيرون ومنهم إدارة مدرسته بالمكافح الذي استطاع أن يدحر كل المعاناة ويهزمها بعزيمة وإصرار ببصمة علمية ومحبة بين تلاميذه داخل المدرسة، استطاع من خلالها أن يحصل على نسب علمية عالية طرزت بكتب شكر وثناء من قبل إدارة المدرسة. الأستاذ حسين معلم مدرستنا طبعا من المعلمين ذو الهمم الذي استطاع بعزمه وطموحه أن يقهر ما فيه من عوق أو ما فيه من عقبات، واستطاع أن يؤسس إلى أن يكون إلى معلم يقف بين التلاميذ، واستطاع كذلك أن يحصل على شهادة الماجستير. أستاذ حسين مو بس أستاذ حسين كان يعب يعني، وإذا غاب في اليوم أو ما داوم فيعني فقدنا شيء، يعني في هذا اليوم فقدنا شيء، يعني عطينا معلومات خارج الكتاب ونحبه ونقدره، ومرات يعني حتى أهلنا من نقرأ بالبيت ما يشرحوا لنا معلومات مثل أستاذ حسين، حتى قمنا نحب التاريخ والاجتماعيات من وراه. وبدعم من أسرته استطاع السماوي رغم فقده بصره أن يكون نموذجا يقتدى به من ذوي الهمم علميا في المحافظة بعد إكماله الماجستير، وهو الآن بطور إكمال مشروعه الدراسي للحصول على شهادة الدكتوراه دون ملل أو كلل. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.